بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض اصغر مشروع ممكن واحد يعمله، مجرد بس ان احنا نشوف طريقه العمل. تمام، دي الواجهه بتاعه الريفت. بلاقي جزء ده خاص بالمشاريع وبلاقي جزء ده خاص بالفاميلي. خاص بالمشاريع لان هو الملف بتاع الريفت بيبقى شامل المشروع كله، يعني بيبقى فيه كل الادوار وفيه كل السكادولز وفيه كل الشتات وفيه كل حاجه. تمام، يعني الملف ده فيه مشروع اكس، فيه كل حاجه. ده المشروع ده فيه اكس واي. تمام، الفاميلي بتبقى عامله زي البلوك بس بتكون ذكيه. بمعنى ايه ذكيه؟ بمعنى انها بتتفاعل مع العنصر اللي جنبه. تمام، يعني الول لما احطها على بحط عليها دور او ويندو بيتفتح لها اوبننج اوتوماتيك. تمام، وهنا ده نيو كونسيوال ماس. ده لو انت عايز تعمل شكل المبنى لسه بتبدا تفكر تخطط، فممكن من هنا تقدر تعمل الشكل اللي انت عايزه وبعد كده تدخله جوه الريفت وتحول الجوانب بتاعته لحوايط، وكل ما تقطع مع ليفل يتحول لفلور. طيب خلينا نقول له نيو. من نيو هنا ببدا اعمل اختار التمبليت بتاعي. التمبليت ده بيبقى فيه بعض الاعدادات اللي بتسهل عليا الشغل. تمام، يعني بدل ما ابدا من الصفر وابدا اظبط اليونت وابدا اظبط شكل الطباعه وابدا اظبط شكل التظليل للكاد واقعد اظبط شكل السكشن وشكل الفيشن، هبدا تاخد وقت كتير جدا. فانا بختار تمبليت جاهز، فبقول له انا عايز اختار تمبليت. ممكن تختار من هنا او تقول له نيو وتختار من براوس، تختار اي تمبليت، يعني مش لازم التمبليت دول. وسهل جدا ان انت تعمل اي تمبليت، مجرد ان انت تفتح المشروع تلغي العناصر اللي انت مش عايزها، تلغي كل الحاجه اللي مرسومه وتقول له فايل سيف از تمبليت. تمام، فانا دلوقتي اقول له افتح لي كرييت نيو بروجكت. لو انا عايز اعدل على التمبليت نفسه عشان استخدمه بعد كده هقول له كرييت نيو بروجكت تمبليت. دلوقتي انا عايز ابدا اشتغل بروجكت، فهقول له كرييت نيو بروجكت واقول له اوكي. من ترجمة ففتح له اهوت، فهلغي كده يا بابا. دي الخصائص بتاعت البروبرتيز، دي اهم ويندوز. اصل لما تعمل سيلكت يجيب لك الخصائص الخاصه بالعنصر اللي انت عامله سيلكت. وهنا البروجكت براوزر ده بيعرض لي المشروع كله، تلاقي ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. تمام، طيب اول حاجه بعملها ان انا ادخل في الفيشن. تمام، وابدا اعدل اشوف انا عندي ليفل كام ليفل، وكل ليفل اديله الارتفاع بتاعه. وسهل بعد كده ان انا اعدل. تمام، سهل ان انا اعدل في البدايه، انما بعد كده لما اكون رسمت شغل الكهروميكانيكال بيبقى فيه يعني حذر شويه، على اساس وانت بتعدل ممكن حاجه تخبط في حاجه، ممكن حاجه تفصل. ففي الاول بيبقى سهل، كل ما تتقدم في المشروع كل ما يكون احتمال تحصل مشكله اكبر. فانا دلوقتي عايز ابدا اعمل ليفل جديد. تمام، او عايز اغير، ممكن تيجي هنا مثلا تقول ليفل 2 تقول مثلا ده هيبقى 4200 مثلا. تمام، عايز تضيف ليفل كمان هتيجي من الاركتشر وتقول له انا عايز ليفل وتضيف ليفل من هنا. بتحاول تخليها نفس الخط هنا بحيث يحصل تجاذب. تمام، وتختار من هنا لهنا بحيث يحصل تجاذب بينهم. تمام، هنا في اختيار موجود اسمه ميك بلان فيو، يعني هو اوتوماتيك اول ما يعمل الليفل الجديد دوت ليفل 3 يروح عامل لي ليفل 3 هنا في قلب الفلور بلان وفي قلب السيلينج وفي قلب الاستراكشر. ممكن تيجي هنا تقول له لا، ده انا عايز بس سيلينج بلان وفلور بلان ومش عايز الاستراكشر. اقول له من اول هنا لهنا بالشكل دوت. تمام، طيب ممكن عايز تلغيه هتقول له ديليت. طيب لما هاجي الغيه ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي خلي بالك الفيو اللي اتعمل دوت هيتلغي، لان الفيو مرتبط بالليفل، مفيش معنى ان يبقى فيه فيو مش مرتبط بالليفل. اوكي، طيب انا دلوقتي مثلا ظبطت الليفلات بتاعتي، دي اول حاجه. ممكن وانا هنا ممكن يكون عندنا اوتوكاد. تمام، ممكن اروح اعمل انسيرت للاوتوكاد وابدا اشتغل عليه. تمام، يعني سهل ان انا اقول له انسيرت واقول له لينك كاد واروح مختار ليفل الكاد بحيث ان هو ينزل معايا في نفس المكان. طيب دي مساحه العمل بتاعتي اللي انا هبدا اشتغل فيها. فممكن ابدا ارسم بعض الحوايط وبعد كده احط الجريد، او ان انا احط الجريد وبعد كده ابدا اعدل الشغل عليها. ولكن مثلا الجريد دهوت تمام، هو هنا اترسم الشكل ده
الرمز ده ترسم هنا وما ترسمش هنا، السيمبل دوت ممكن اعجي هنا واروح معلم عليه كده بحيث يظهر هنا وهنا. طيب لو انا جبت واحد جديد بضطر اعلم عليه برضو. طب انا ممكن اعمل حاجة خليه يظهر على طول، اجي هنا في الايديت طيب واروح معلم هنا، يبقى هو اوتوماتيك هيظهر فوق وتحت لو انا عايز. تمام، اقول له ارتكشر واقول له انا عايز جريد تاني وابدا ارسم. تمام، وبعد كده هرسم جريد تاني الناحيه دي، هخلي ده مثلا ايه. تمام، وبعد كده هرسم واحد كمان جريد كمان من هنا لهنا. المحاذاة دي بتبقى لازمتها ايه؟ ان انا لو جيت في اي وقت عدلت كده هتعدل معايا بشكل كده، سواء في الليفل او في الجريد. جريد تمام. طيب لو انا عايز ابدا ارسم حوائط، هاجي من ارتكشر واقول له انا عايز ارسم وول. تمام، ممكن ابدا ارسم وول بشكل خطي، او ممكن اختار اللي هو ريكتانجل وارسم ريكتانجل. تمام، خليني اقول له دلوقتي انا عايز ارسم ريكتانجل. اقول له ريكتانجل وابدا ارسم من هنا لهنا. طيب الارتفاع بتاعي هقول له مثلا خليها من ليفل واحد لليفل اتنين على سبيل المثال. تمام، طيب عايز ابدا ارسم حيطة هنا، هقول له وول من هنا لهنا. طيب لو انا دلوقتي عايز ابدا دي هنا كده الحواف بتاعتي، عايز ارسم مثلا الارضيه، هقول مثلا انا عايز ارسم فلور تكستشر. تمام، وممكن اجي اعلم هنا على البيك وول واروح راسم اهي بيك وول. طيب هو انا عايز الحواف اللي جوه ولا بره؟ تمام، حسب ما انت عايز. لو انت عايز خلال بره ممكن تقول له فليب يروح رسمها لك لبره. تمام، طب فرض ان انا عايز الارضية بتاعت ديت غير الارضية بتاعت دي، يبقى انا كل اللي انا هعمله وانا برسم اخلي بالي واخلي هقول له كنسل، اقول له انا عايز فلور. تمام، اقول له انا عايز الارضية بتاعتي مثلا من هنا لهنا. تمام، دي كده هو رسم الارضيه من ناحيتي. طب عايز ارسم ارضيه الناحيه التانية، اقول له انا عايز ارسم فلور تاني واروح قايل له الفلور ديت مثلا من هنا لهنا. واحسن حاجه في البرنامج ان سهل التعديل، يعني لو انت في اي وقت عايز تعدل حاجه سهل ان انت تعمل سيلكت وتدخل تعدلها، مفيش مشاكل خالص. ولما بتعدل في البيان بتعدل في السكشن بتعدل في كل حاجه. طيب خلينا نبص كده في ال 3 دي، ده الناحيه دي وده الناحيه دي. طيب الفلور دي انا عايز احط لها تشطيبات. تمام، فاجي في الايديت طيب، اللي بيتعدل في الايديت طيب بيتعدل في كل النوع. هعمل نوع جديد اسميه مثلا 200. اوكي، طيب عايز ابدا اضيف، اقول له انا عايز اضيف فينش. طيب الفينش هنا اللي تحت، فانا عايز اخليه فوق، اقول له اب 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 اب. طيب ده استراكشر، هقول له ده انا عايز فينش. طب الماتيريال، تعال نختار ماتيريال، خلينا نختار مثلا دوت. خلي بالك ان الماتيريال اغلبها بيبقى فيه خصائص فيزيكال وخصائص ثيرمال، بحيث ان الحاجات دي هتدخل معانا لو احنا بنعمل سستينابيلتي او بنعمل جي ساس او بنعمل ليد او يعني اي حاجه خاصه بالسستينابيلتي ممكن نظبط الخصائص بتاعتها منها. هات الفيزيكال اهيت، الحاجات الثيرمال، فتبدا بقى تدخل اي معلومه انت عايز تدخلها. تمام، اوكي، تمام، اوكي. قبل ارتداد خطا بيقول ان انت ما دخلتش السكنس هنا، هقول له خلي السكنس دي مثلا 50. تمام، اوكي، اوكي، اهي لقى الماتيريال ده اختلف اهوت. تمام، وكذلك برضو موضوع الحوائط تقدر تغير زي ما انت عايز، يعني تقدر تقول له ايديت طيب
هنعمل دبل كيد بحيث ان القديم ما يتغيرش، هنخلي مثلا ده مثلا 210. خلينا نعملها في النص ديت. طيب هقول له مثلا اضيف لي فينيش، خلي دي مثلا 100 ودي 10. تمام، ممكن تضيف فينش من ناحيتين بحيث ان انت يظهر لك هنا دهان معين غير الدهان دوت، او فينش معين غير الفينش دوت. تمام، الماتيريال هتبدا تدخل هنا، هتبدا تشوف انت عايز انهي ماتيريال. تمام، وتشوف الخصائص بتاعتها، ده في العادي وده لما يكون في قط. تمام، اوكي. تمام بالشكل دوت. انا هنا نسيت وما عملتش دوبلكيت من النوع دوت، فاثر في كله. فانا ممكن اروح اعمل سيلكت على دول. تمام، واقول له ادي الطيب، واقول له خلي ده نوع تاني وليكن مثلا فيلد، يبقى ده نوع مختلف عن النوع دوت. تمام، طيب لو عايز افتح اوبننج هنا في الحته ديت، هقول له ادي بروفايل وابدا ارسم اي حاجه جواه. ده عبارة عن اوبننج. تمام، طيب لو انا عايز الفلور ديت فيها ميل شوية لأي سبب من الأسباب. تمام، لو انا عايز اخلي فيه ميل هقول له موديفاي سب اليمنتس، انا عايز اعدل في بعض الخصائص، واروح معلم على الحاجات اللي انا عايزها واديله الفيشن بتاعي هنا، يعني هديله مثلا 150. تمام، او هو كده الميل موجود اهوت، او ان انا اعمل سيلكت عليهم واقدر اطلع بيهم او انزل بيهم زي ما انا عايز بشكل دوت. طيب انا دلوقتي بعد ما عملت الموضوع دوت، تمام، لقيت ان الوول مش ماشي مع الفلور بالشكل دوت. تمام، ليه؟ اللي هو ماشي مستقيم بينما الفلور طالع سنه صغيره، ودي حاجه كويسه جدا. لو انت عايز تعمل رامب ممكن ترسم فلور، فبتفرق كتير يعني في موضوع الحصر. طيب انا هعمل سيلكت كده، عايز الحيطه تقف على الفلور ما تقفش تحت ما تكملش، فاقول له اتاش للبيس بتاعي، واروح قايل له اتاش دوت، خلاص بقى الحيطه تقف عند الفلور ما تكملش. تمام، طيب طيب انا عايز احط بقى ايه شويه اعمده كده. طيب هقول له انا عايز ارسم كولوم، ابدا اشوف العمود ده مش عايزه، انا عايز عمود تاني، اروح اعمل ايه؟ هقول له لود. وخلي بالك انا عندي نوعين من الاعمده، عندي نوع معماري ونوع انشائي. النوع الانشائي لما تيجي في خصائص كتير مختلفه، في ان هو مثلا ينفع يبقى مايل، في ان هو ينفع اوتوماتيك حط على الجريد، في ان هو الخصائص بتاعته لما نيجي نعمل تحليل انشائي بس ملوش ماتريال. تمام، فانت بعد ليها حلول كتيره ان انت تخلي فيه ماتريال حواليه، منها ان انت ممكن تحط عمود معماري حوالين العمود الانشائي وما تعملوش حصر، لان العمود الانشائي هو ده الاساس بتاعك، يعني ليها حلول كتيره يعني. تمام، لود فاميلي، هبدا اختار الفاميلي خاصه بالاعمده، وليكن مثلا حاجه خاصه بايجيبت هيات كولوم. هقول له انا عايز كولوم، اختار بقى العمود مثلا الريكتانجل دوت ابن حاجة دوت. تمام، اهو متحمل، بيقول لي ان هو موجود. طب يبقى هو موجود في المعماري. طب تعالى كده كولوم ارتكشر، اهو موجود. تمام، لو مش موجود بتقول له لود وتحمل اللي انت عايزه. طيب هنختار مثلا دوت على سبيل المثال. تمام، تبدا بقى تشوف انت عايز تحطه ازاي، هل هحطه في نص الحيطه او الحيطه هنا كام؟ الحيطة هنا 200. طيب ممكن نعمل واحد مثلا عمود 200 × 400 × 200 مثلا. تعالى نختار كده ونقول له ايديت، واقول له 400 × 200 دبل كيت. واجي هنا اقول له خلي ده 400 وده 200. طيب ممكن بقى تقول له بقى الاين
وتقول له من هنا لهنا ومن هنا لهنا. اوكي تمام. طيب ايه المشكلة دلوقتي؟ المشكلة ان الحيطة نفسها مكملة لحد العمود دوت، فممكن تسحب كده تمام. ممكن لو انت تخلي لحد هنا، وده برضه في نفس الفكرة تمام. العمود المعماري بياخد نفس الماتيريال بتاعت الحيطة نفسها تمام. ممكن بعد كده تاخد ده كده كوبي من هنا لهنا. اوكي برضه نفس الفكرة، من هنا لهنا. تبدأ بقى تقول له من هنا لهنا. الحته اتضافت معانا. طب لو انا جيت اعمل سيلكت على حاجه وجت حاجه زياده معايا، يعني انا عملت سيلكت كده وجت الحته معايا، هقول له فلتر واقول له انا مش عايز الوول، انا عايز بس الكولوم تمام. طيب دلوقتي مثلا انا عايز مثلا انا عايز الفلور ما تبقاش واخده معاها الاعمده ديت تمام. فممكن اخش كده في 3 دي على سبيل المثال او في البلان عادي مفيش اي مشكله، اعمل سيلكت على الفلور تمام، واقول له انا عايز اعمل edit boundary تمام، وابدا استثني منها الاعمده. يعني مثلا في عمود هنا تمام، ابدا اشوف العمود حدوده فين وابدا استثني، بمعنى ان انا هبدا ارسم من هنا لهنا لهنا، عشان انا عايز الصوبه بتاعت الارضيه ما تبقاش داخله مع العمود تي ار تمام. ونفس الفكره برضو الناحيه التانيه طيب انا دلوقتي لو انا انا حطيت هنا الجزء الانشائي مع الجزء الفلور. طيب انا لو انا عايز اخلي في ارضيه للانشائي منفصل عن المعماري، اعمل ايه؟ بسيط، هرسم مره المعماري وارسم مره الانشائي. اقول له ارتكشر انا عايز ارسم الفلور بس عايز الفلور انشائي تمام، بس اغير الدبس، يعني اخلي ده مثلا سالب 200 تمام، والمعماري يبقى هو ال 200 دول، وابدا ارسم الانشاء بتاعي. تمام بالشكل ده تمام. تعالى بص كده في 3 دي اهو، هتلاقي ده مثلا هنا وهنا. طيب العمود واقف لحد هنا، انا عايزه يكمل لحد تحت شويه تمام، بمقدار دوت بمقدار ال 200. فهعمل سيلكت على كل الاعمده اللي موجوده في المشروع واخلي ده سالب 200 بالشكل دوت تمام. يبقى انا كده عملت المعماري وعملت الانشائي وخليت الاعمده توصل لحد النص الارتكشر. طيب لو انا عايز اضيف السيلينج بكل بساطه بروح للسيلينج واقول له بلا، عندي اختيارين، في حاجه اسمها اوتوماتيك سيلينج وفي سكتش سيلينج. سكتش سيلينج ببدا انا ارسم في اي حته في الفراغ اهوت، مش هيقول لا تمام. خلينا نختار دي مثلا اهي، تقدر ترسم اي شكل انت عايزه خلاص، هو بيبدا يعمل لك سيلينج في الحته دي. الاسلوب التاني ولا ان انا هقول له انا عايز سيلينج، فبيقول لي اوتوماتيك سيلينج، مجرد تحدد الغرفه انا هحط لك السيلينج بتاعك بالشكل دوت تمام. الارتفاع هو بيفترضه 2600، تقدر انت تطلع تنزل زي ما انت عايز، يعني ممكن في اي وقت تعمل سيلكت للسيلينج وتغير الرقم زي ما انت عايز. طيب خلينا نرجع لليفل واحد، ده مجرد شرح بسيط لبعض الحاجات اللي الناس سألت فيها سريعا كده، يعني نعمل مشروع مع بعض ونشوف تمام. طيب الروف، الروف اهوت عندي كذا اسلوب لرسم في الفلور، هقول مثلا روف باي فوت برين اهوت، بيقول عايز تحطه على انهي ليفل، خليه على ليفل 2. عايز اسلوب ولا من غير اسلوب، خليه من غير اسلوب دلوقتي وبعد كده اشوف. عندي حاجه اسمها بيك وول، هتعلم على الوول هو يبدا يعمل لك السقف بتاعك اهو، وده احسن لان
لما الحواد تتحرك لأي سبب خلاص يبقى الحدود بتاعت السقف بتاعتك هتتحرك. لو انت عايز ترسم حاجة خارج البرة، عايز ترسم اي حاجة، ممكن ترسم بالادوات دي، يعني مش ممنوع الحاجة. طيب جاب رسالة خطأ ليه؟ في حتة انا مش كاملة، اقول له تي ار زي فلت. تمام اوكي. طيب نشوف بقى في 3D. طيب هنا الحيطة واقفة لحد الدور التاني، وبرضه ده واقف لحد الدور التاني. طب اقدر انا ده عايز اطلع بيه شوية، يعني اكون مثلا اهوت عايز اخلي الحوايط تتبع السقف دوت، اعمل سيليكت على كل الحوايط، اقول له فلتر، اقول له انا مش عايز اي كولوم اوكي، واقول له اتاش توب، واروح معلم على السقف بتاعي. يبقى هو اوتوماتيك كده اول ما السقف يطلع هو يطلع معايا. تمام طيب لو انا في الشكل دوت وعايز حيطة معينة تبقى شفافة، يبقى تبقى فيها درجة من الشفافية، وليكن مثلا الحتتين دول عشان اطبع صورة وفيها شغل جوه، اقول له انا عايز اعمل اوفرايت باي اليمنت، يعني هدي خصائص تبقى حاجة خاصة بالجزء دوت. تمام اجي هنا على الشفافية واقول له اديه درجة معينة من الشفافية، مثلا وليكن ده اوكي خلاص. تمام برضو الأعمدة ممكن نعمل سيلكت عليها ونقول له اتاش توب، سيلكت لكل الأعمدة ونقول له اتاش توب ليه دوت. تمام طيب عايزين نحط وول ويندو بسيطة، دور تبدأ تحط الدور. تمام طيب نبدا نعمل روم. الروم بتتعمل اوتوماتيك في اي مكان مغلق. تمام يعني خلي بالك اهو تيجي تحطه بره حطه لك بس غلط، قال لك ده خلي بالك انت مفيش مكان مغلق. تمام والمساحه محطوطه غلط وكل المعلومه غلط. طيب تعالى نخش نعمل حاجه غلط كده ونشوفها. تمام لما تيجي تعمل انا عايز دلوقتي اعرف الاريا والفوليوم بتاعت المساحه ديت. تمام اهو فبعمل سيلكت على التاج وبدخل ايديت تايب، بقول له انا عايز اشوف الفوليوم عايز اشوف الاريا. جاب لي الاثنين فوق بعض وجاب لي ان الفوليوم مش قادر يحسبه. طيب الاثنين فوق بعض دي ليه؟ اللي عمل الفاميلي قال لك لا اما دي لا اما دي. طيب انا هعمل سيلكت كده واقول له ايديت فاميلي. تمام اعمل سيلكت على دي يعني واحده دي الفوليوم، خلي الفوليوم تنزل تحت شويه. يبقى انا كده عندي الروم نيم، الروم نمبر، الاريا، الفوليوم، واقول له لود انتو بروجكت اند كلوز نو. بيسالني عايز سايب الفاميلي دي بره، فبقول له لا. تمام فبقول له فخلاص دي بقت موجوده. طب الفوليوم ما حسبهاش ليه؟ ما حسبهاش ليه لانها بتاخد وقت. فلو جينا في ارتكشر ورحت هنا للروم اريا وقلت له اريا اند فوليوم كومبيتيشنز، هقول له انا عايز احسب الاريا اند فوليوم. تمام هو بيقول لي احسب الاريا بس عشان اسرع، بقول له احسب لي الاثنين، فبيحسب لي فعلا الاريا والفوليوم. تمام كده يبقى احنا عملنا مبنى بسيط اهوت. ممكن نبدا بقى نحط الدايمنشن بتاعتنا. الدايمنشن بترسمه اول ما تحب تقف ترسم في حته فاضيه. طيب لو عايز تعدله في اي وقت بعد كده بتعمل سيلكت وتقول له انا عايز اعمل اديت، وتبدا بقى ترسم اذا كنت عايز ترسم في حته ثانيه، وليكن مثلا في الباب دوت ممكن طبعا المفروض يتحط الناحية التانية. تمام لو عايز ترسم تقول له ايديت وتبدأ تشوف انت عايز تضيف ايه مثلا هنا. طيب وده برضو ممكن تعمل له من هنا برضو وتشوف انت عايز لو عايز ترسم حاجة في النص اهو بالشكل ده. وانت بترسم الدايمنشن هو بيقول لك انت عايز ترسم من الول سنتر ولا من الول فيس ولا من سنتر اوف كور ولا الفيس اوف كور، ولا عايز ترسم الانتير وول، يعني هتعمل سيلكت على الول دي كلها مثلا هو يرسم لك دايمنشن عليها. ف
فهو بيديك بعض الاوبشن اللذيذه اللي تسهل عليك الشغل بتاعك. تمام، ممكن تحط بعد كده انوتيت بقى للدور، تقول له تاج اول، وتختار بقى الحاجات اللي انت عايز تحطها، ولا يكون مثلا الدور تاج الروم تاج، وتقول له انا عايز حط. مش كده، ولو حبيت تخرج التاج بره هتقول له انا عايز اعمل ليدر، لان انت لو ما عملتش ليدر وحاولت تخرجه بره هيقول لك ازاي، طب هتعرف منين ان التاج ده بتاع الروم ديت؟ لازم تقول له اعمل لي ليدر بحيث تشاور على المكان بتاعك، حاجه بالشكل دوت كده. تمام، ده كان ابسط حاجه ممكن نبدا نعملها في كمشروع بسيط جدا جدا يعني، مجرد بس حاجه سريعه كده. والله المستعان.